السن او الجنس او الطبقه الاجتماعيه او المستوى التعليمي. ما كاينش استثناء. الفرد وسط المجموعه كيفما كان، فقير، متعلم، امراه او طفل، كلهم يجب اشراكهم واعطاؤهم الكلمه للتعبير على ما في داخلهم. حيت الا مشيتي تقصيتي واحد، هذاك الواحد اللي غتقصيه لربما هو صاحب، هو حامل الفكره، ويقدر يجيب لنا واحد الفكره اللي تقدر تاثر ايجابا على المجموعه. ثانيا، تنميه الثقه في النفس والشعور بالمسؤوليه من اجل اتخاذ القرارات. ثالثا، تسهيل عمليه التخطيط الجماعي والمساعدة على إغناء التعاون والتعاضد والعمل على احترام معارف وقدرات الجميع. رابعا، إحداث شراكات ما بين الجماعات المحلية والمنظمات غير الحكومية. صلي والعصر. مثلا إذا كانت الجماعات، هذه الجماعات اللي غادي إحنا مثلا هذا المجلس غادي يظهر على ابراز النخب، هاد النخب غادي تقوم بعمليه ربط علاقات مع منظمات غير حكوميه. ليش ربط علاقات مع منظمات غير حكوميه؟ ربط علاقات مع منظمات غير حكوميه، كل منظمه غير حكوميه عندها اختصاص، كاين اللي عنده اختصاص حقوقي، كاين اللي عنده اختصاص تنموي، كاين اللي عنده اختصاص رياضي، كاين اللي عنده اختصاص ثقافي. كنربطوا العلاقه مع هاد المنظمات باش هاد المنظمات يجيو ويساهموا في التنميه ديال المنطقه، وهما على استعداد بانهم يجيو يساهموا في اي منطقه كانت في المغرب.